بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم طلاب وطالبات الصف الثاني الإعدادي. إن شاء الله هنتكلم النهاردة عن درس جديد من دروس التاريخ بتكلم عن روائع الحضارة الإسلامية في الحكم والإدارة. قال لي الحضارة الإسلامية روائعها تمثلت في مجموعة من العوامل أهمها وأولها الخلافة. قال لي أول حاجة عاوز أعرفها الخلافة. قال الخلافة هي رئاسة عامة في أمور الدين والدنيا نيابة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. نشأت الخلافة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم مات دون أن يعين خليفة، فاجتمع المسلمون بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم على اختيار أبو بكر الصديق خليفة لهم، واختاروا طبعا من خلال مبدأ اسمه مبدأ الشورى. قال لي وصار الخلفاء الراشدين على نهج النبي صلى الله عليه وسلم، فتميز عهدهم بالزهد في المأكل والملبس والمسكن. يبقى أول حاجة الخلافة، وعرفنا الخلافة هي رئاسة عامة للمسلمين في أمور الدين والدنيا نيابة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والخلافة نشأت بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم مات دون أن يعين خليفة، فاجتمع المسلمون على اختيار أبو بكر الصديق خليفة لهم، واختاروه من خلال مبدأ الشورى. وقلنا الخلفاء الراشدين تميز عهدهم بالزهد في المأكل والملبس والمسكن. تاني حاجة عاوز أعرفها الوزارة. قال لي الوزارة هي معاونة الخليفة في شؤون الحكم. يعني إيه معاونة الخليفة في شؤون الحكم؟ يعني مساعدة الخليفة في أمور الدولة الإسلامية وشؤون الحكم في الدولة الإسلامية. عرفت الوزارة من حيث المعنى فقط في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يستشير بعض أصحابه، وكان يخص أبو بكر الصديق بالقيام ببعض الأعمال نيابة عن النبي صلى الله عليه وسلم، واستمر العمل بهذا النظام في عهد الخلفاء الراشدين زي عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعثمان بن عفان، واستمر العمل بنظام الوزارة في عصر الدولة الأموية، حيث استمر اتخاذ مستشارين ومعاونين للخليفة. أما في عهد الدولة العباسية عرفت الوزارة لفظاً ومعنى. يعني عرفت لفظاً ومعنى؟ يعني أصبحت وظيفة رسمية، يقوم الخليفة العباسي باختيار وزير له. ده بالنسبة للإيه؟ للوزارة. عندي ثالث حاجة الإمارة. قال الإمارة عرفت منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم، حيث النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل بعض العمال والولاة إلى المدن والقبائل التي دخلها الإسلام. ليه؟ بيتفسر لكي يعلمهم أمور دينهم وإمامتهم في الصلاة. يبقى أقول لك بمتفسر قيام النبي صلى الله عليه وسلم بإرسال بعض العمال والولاة إلى المدن التي دخلها الإسلام، هتقول عشان حاجتين، أولهم لإمامة المسلمين في الصلاة، ولكي يعمله ويكي يصلي بهم أو يأمهم في الصلاة. قلنا في عهد عمر بن الخطاب الدولة الإسلامية اتسعت، فقام بتقسيمها إلى ولايات وعين لكل ولاية والي نيابة عنه. عندي رابع حاجة الدواوين. نشأت الدواوين في عهد سيدنا عمر بن الخطاب. ليه؟ بمتفسر بسبب اتساع رقعة الدولة الإسلامية وكثرة الأمور المتعلقة بالدولة. وقام عمر بن الخطاب بإنشاء مجموعة من الدواوين أهمها ديوان الجند وديوان الخرج. وفي عهد الدولة الأموية وعهد الدولة العباسية اتسعت الإيه؟ الدواوين، وقامت الدولة العباسية والدولة الأموية بإنشاء مجموعة من الدواوين. عندي خامس حاجة الحسبة. قال الحسبة هي إرشاد الناس وتوجيههم إلى السلوك القويم في المعاملات التجارية. كان عمر بن الخطاب يخرج إلى الأسواق ويراقب الموازين والمكاييل. إيه كمان؟ وكان يحث الناس على التزام بالآداب العامة في المعاملات التجارية في عملية البيع والشراء. واستمر العمل بالنظام ده في عهد الدولة الأموية. أما في عهد الدولة العباسية أصبحت وظيفة رسمية، يعين صاحبها ويطلق عليه المحتسب. سادس حاجة الشرطة. الشرطة هم جنود يستعين بهم الخليفة أو الوالي لحفظ الأمن والنظام ولحاقة الجناة والمفسدين. في عهد سيدنا علي ابن أبي طالب نظمت الشرطة، وكان رئيس الشرطة أو المسؤول عن الشرطة كان يلقب بصاحب الشرطة.
في عصر الدولة الأموية والعباسية تطورت سلطات صاحب الشرطة أو رئيس الشرطة أو المسؤول عن الشرطة، فأصبح من حقه النظر في الجرائم وإقامة الحدود والحفاظ على حياة الخلفاء. سبع حاجة عندي: القضاء. القضاء منصب ظهر مبكرا في عهد الدولة الإسلامية، ويحكم صاحبه بين الناس بما جاء في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. بدأ منصب القضاء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم هو أول قاضي في الإسلام، وكان يحكم بين الناس بما أنزل الله تعالى في كتابه، لا يفرق بين الناس، بين غني وفقير، وبين حاكم ومحكوم، فالكل في ظل الإسلام سواسية أمام القضاء. في عهد عمر بن الخطاب لما اتسعت الدولة الإسلامية، قام عمر بن الخطاب بتعيين قاضي في كل ولاية. في عهد الدولة الأموية والعباسية استمر القضاء يعملون بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا اهدخل الخلفاء في أحكام القضاء. عندي ثامن حاجة: الجيش والأسطول. نشأ الجيش وتكون الجيش في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، بعد ما أنزلت آية الجهاد، وكانت تحث المسلمين على الجهاد في سبيل الله. كان النبي صلى الله عليه وسلم هو القائد الأعلى للجيش، وهو المسؤول عن الجيش من حيث التنظيم والتخطيط. كان الجيش في عهد النبي صلى الله عليه وسلم الالتحاق به اختياريا، وكان المسلمين يلتحقون بالجيش حبا في الشهادة في سبيل الله عز وجل. في عهد الخلفاء الراشدين مع اتساع الدولة الإسلامية والفتوحات الإسلامية، قام الخلفاء وخصوصا عمر بن الخطاب بتنظيم الجيش، وانشأ ديوان مسؤول عن الجيش، وهو ديوان الجند، يقوم بتسجيل اسماء الجنود والمتطوعين في الجهاد وتحديد رواتبهم. اما في عهد الدوله الامويه وعهد الدوله العباسيه، اصبح التجنيد اجباري. من اهم الاسلحه التي كان يستخدمها المسلمون في الجيش السيوف والمنجنيق. أما بالنسبة للأسطول، نشأ الأسطول في عهد عثمان ابن عفان. طيب ليه عثمان ابن عفان أنشأ الأسطول؟ قلنا لحماية الدولة الإسلامية وخصوصا مصر وبلد الشام من غارات الدولة البيزنطية. بقول لك بما تفسر قيام عثمان ابن عفان بإنشاء الأسطول، هدول لحماية حدود الدولة الإسلامية خاصة على سواحل مصر وبلد الشام من هجمات أو غارات الدولة البيزنطية. من أهم المعارك التي انتصر فيها الجيش الإسلامي انتصار المسلمين في معركة ذات الصواري على الدولة البيزنطية، وفتح جزيرتي قبرص ورودس في البحر المتوسط. وشكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.